بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج إكويتي سبوت لايت، حيث بات كابوس البطالة من أكثر الآثار السلبية التي انعكست على الجسم الاقتصادي بسبب جائحة الكورونا. ولعل فيروس البطالة كان أقوى وأخطر من فيروس كورونا، فهو تفشى تماما ككورونا، وحتى إن تعافت المجتمعات منه قد يطول أكثر من الجائحة نفسها. هذا الملف طال معظم دول العالم، حيث فقدت أعداد كبيرة من العاملين لوظائفهم لينضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل في ظل شلل اقتصادي وظروف صعبة قد لا توفر لهم وظائف أخرى في المستقبل القريب. وللحديث عن كل ما يخص الشباب والبطالة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينضم إلينا السيد زياد الرفاعي، الخبير الاقتصادي في مجال التنمية الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بداية، حدثنا عن أهمية الشمول المالي. الموضوع الشمول المالي هو واحد من أهم المواضيع اللي تطورت في الفترة الأخيرة من الزمن في كل دول العالم، وكان هدفها أنها تزيد نسبة الناس اللي يستخدموا الخدمات المالية. كانت المشكلة الأساسية وخاصة في دول العالم الثالث والدول العربية في المينا ريجن، خلينا نسميه في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا، أنه مشاركة في النظام المالي الرسمي منخفض جدا ما بين الشباب وما بين أصحاب ما بين الفئات المستهدفة. وكان في بعض الدول ما تزيد عن نسبة 24-22%، زي الأردن مثلا كانت نسبة قبل 3 سنين كان نسبة الشمول المالي أو نسبة المستخدمين للخدمات المالية الرسمية المنظمة ضمن قطاعات أو تحت إشراف البنوك المركزية كانت نسبة تتعدى 24%. وهي طبعا كل ما خفضت هاي النسبة كل ما كانت في مؤشر يؤثر على التنمية الاقتصادية المستدامة لهذه الدول. وكان هدف الرئيسي في استراتيجيات الدول في العالم العربي وفي الأردن خاصة أن تبنت استراتيجية زيادة عدد الناس أو الناس المستخدمين المشمولين في الخدمات المالية. طبعا المقصود بالخدمات يعني لو توضحنا بس مفهوم الشمول المالي، ما هو يعني للمشاهد؟ هلا الشمول المالي هو زيادة عدد الأشخاص اللي بيستخدموا الخدمات المالية الرسمية ضمن النظام الرسمي المالي في البلد اللي هو موجود فيها. والمقصود فيها الخدمات المالية أو الخدمات المالية مقصود واحد فتح حسابات بنكية، إن يكون له أكسس للبنوك والمؤسسات المالية الرسمية لداخل البنوك أو المشرف عليها البنك المركزي في هذه الدولة. هاي واحد. اثنين، القدرة على الحصول على القروض، وهي جزء مهم كتير إنه للشباب خاصة، إنه كم عندنا قدرة من الشباب إذا ما كانش عندهم تواصل مع البنوك، ما فيش عندهم حسابات بنكية، وبالتالي قدرته أو لدى المؤسسات المالية أو لدى البنوك، وبالتالي قدرته للحصول على تمويل لمشروع مثلا هتكون كتير منخفضة. فبالتالي النسبة المنخفضة تعني في معيقات كتيرة لأصحاب المشاريع وللشباب ولأي فرصة اقتصادية داخل البلد. هاي نقطة أساسية. أو حسابات ودائع، حتى عدد حسابات الودائع، في مؤشرات مالية بنستخدمها في حسابات الودائع بالنسبة للناس اللي فوق 18 سنة، فكل ما زادت النسبة كل ما أعطتني قدرة أو أعطتني مؤشر على أنه في أكسس وقدرة للوصول للبنوك والخدمات المالية. فإذا هي إما أن يكون عندك حساب بنكي أو قدرة على الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الرسمية، أو عندك على الأقل حساب وديعة أو حساب جاري أو حساب بنكي موجود في هذه الدولة أو في هذا المنطقة اللي أنت عايش فيها. فبالتالي إحنا عندنا هنا في فروقات كبيرة ما بين الدول، يعني في الدول الأوروبية والدول في أمريكا وفي الدول المتقدمة عم نحكي عن شمول المالي انه بوصل لحوالي 80-90% من الناس اللي فوق 18 سنه اللي عندهم حساب بنكي او عندهم اكسس للخدمات الماليه. في حين لما نقارنها مع الدول العربيه يعني بنلاقي انه في كثير فرق جاب ما بين اللي متواصل واصل في الدول المتقدمه وبيننا. كم يعني مثلا الاردن تقريبا كانت، اليوم احنا تحسنت النسبه في اخر 3 سنوات لانه تبنى البنك المركزي استراتيجيه لزياده الشمول المالي وتسهيل إجراءات فتح الحسابات. كانت قبل 3 سنين حوالي 24%، اليوم وصلنا لحوالي 42% أو 45%، وعم بتزيد النسبة قبل أزمة الكورونا كانت تزيد النسبة بشكل متسارع، وزيادة عدد الحسابات للشباب وقدرة على الحصول على التمويلات من خلال النظام المالي الرسمي، القدرة على فتح حسابات ودائع. يعني إذا قارناها بالولايات المتحدة الأمريكية اللي عم تبلغ 90%، يعني تقريبا نحن في النصف. طبعا في النصف. يعني جائحة كورونا قد أوقفت هذا التسارع، ممكن أوقفت هذا التسارع وبطأت هذا التسارع، في حين لو بنقارنه مع الإمارات العربية مثلا نسبة الشمول المالي بتتجاوز 80%.
في هذيك الفترة. فبالتالي احنا عم نحكي في فروقات، وهي الفروقات بتأثر على التنمية الاقتصادية المستدامة. لأنه اليوم انا اذا بدي اعمل مشروع، الشاب بده يفتح بزنس او بده يدرس او بده يعمل، لازم يكون عنده فلوس. هاي الفلوس بده ياخذها من خلال القنوات المالية الرسمية. اليوم اذا ما كان له في باب مفتوح بينه وبين القنوات المالية الرسمية الموجودة سواء بنوك او مؤسسات مالية، مش سهل ياخذ التمويل. فبالتالي كانه عم بعمل بحط معيق امامه للتطور والتنميه، خلق التنميه المستدامه في الدوله اللي انا موجود فيها. يعني سيؤثر على النمو الاقتصادي. بالضبط، طبعا اكيد بياثر على النمو الاقتصادي. عشان هيك احنا بنحكي الشمول المالي مهم جدا اذا بدنا نخلق ايكو سيستم او نظام متكامل داخل الدوله. اول مربع فيه مربع الشمول المالي. الشمول المالي بمكنني انه انا اكون عندي اكسس لريسورسز ما كانت متوفره عندي بالبدايه. وهي نقطه اساسيه مهمه جدا في موضوع الحصول على التمويل، الحصول على حساب ودائع. يعني أعطيك مثال بالشمول المالي. زمان كنا إذا أنا بدي أفتح حساب وديعة في البنك، إذا كان مثلا إذا كان فتحت حساب وديعة في البنك ورصيده أقل من 300 حد معين، بنسميها نيجاتيف سيفينجز أو استثمارات سلبية. ليش؟ لأنه البنك بيشرج هاي الحسابات، بفرض عليها رسوم ومصاريف لإدارة الحساب. فإذا كان ضلوا 300 دينار حتلاقي بعد فترة صاروا 290، بعدها 280، بسميها إيداعات سلبية. فهاي واحدة من المعيقات اللي كانت، اللي صغار المودعين إذا بده يروح يفتح حساب البنك وينقصوا فلوسه فمش راح يودع. فكان يخبيهم عنده تحت البلاطة زي ما كنا نحكي بمصطلحاتنا، تحت المخدة. اليوم سهلنا هاي الإجراءات، الحكومات تتبنت سياسات إنها تسهل هذا الإجراء، وبالتالي لا روح حط فلوسك ما راح ينقصوا. هون انا شو بستفيد النظام المالي الرسمي؟ انه صار في عنده ودائع اكثر، وبتعرفي حجم الربط ما بين التنميه الاقتصاديه والودائع كثير مهم. فبطل في عندي بس ميجا ديبوزيتس او ودائع كبيره، عندي صغار مودعين. صرنا نحكي صغار المودعين هم الاكثر انتشارا، عددهم اكثر، وبالتالي ممكن يوفروا مبالغ ما كانت داخله في حسابات الرسميه للاقتصاد الرسمي للبلد. عشان هيك بنعتبر الشمول المالي واحد من الاساسيات اللي لازم الدول تهتم فيها. والصراحه بالفترات الاخيره، يعني في العقد الاخير، معظم الدول العربيه اعطت اهتمام وتبنت استراتيجيات الشمول المالي. زي الاردن مثلا، تم البنك المركزي قبل سنه تقريبا اطلق استراتيجيه الوطنيه للشمول المالي. وهذه الاستراتيجيه فيها كل المعايير اللي بتسهل على الشباب وبتسهل على فئات المجتمع اللي كانت مستثنيه ماليا انها تدخل في النظام المالي الرسمي. طب ما هي جهات تطبيق الشمول المالي؟ كل المؤسسه، البنك المركزي يشرف على تطبيقها وينظمها. البنوك والمؤسسات الماليه هي المسؤوله عن التطبيق وتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بالشمول المالي للشباب وللفئات المستثنيه ماليا. مثلا احكي لك، مثلا بأحد الدول، بدول الخليج مثلا، فتح حساب بنكي يحتاج الى موافقه مثلا ولي الامر، او يحتاج الى موافقه الكفيل، او يحتاج الى، فهي بنسميها معيقات. حتى مشاركه المراه الاقتصاديه في النظام المالي الرسمي كان في بعض المعيقات موجوده قريبا في بعض الدول العربيه، انه فتح الحساب للمراه بده يكون من ضمن البروسيس من خلال ولي الامر. وبالتالي هاي كانت احد المعيقات. احنا اليوم هاي المعيقات بلشت شوي شوي، لفتره قريبه كانت موجوده، وهلا بلشت هاي المعيقات تنشال من بهذا الاتجاه لتشجع الناس انه اي حدا بقدر يفتح حساب باي طريقه كانت، وبسهوله وبيسر، مشان يبلش يفتح حساب جاري، وديعه، يودع فلوسه في البنك، وبالتالي بتحفز العمليه الاقتصاديه. طيب تطبيق الشمول المالي يعني يتم بسهوله؟ طبعا هلا في معيقات في الشمول المالي، اللي هي اهم عائق في الاردن. الاهم العائق، شوفي، مش بس بالاردن، في معظم الدول، او اكبر تحدي في الدول العربيه، الوعي المالي. الوعي المالي هو واحد من معيقات، كانت عدم وجود وعي مالي عند الناس بموضوع سهوله فتح الحساب البنكي، واهميه انه يكون عندك حساب بنكي، او اهميه انه يكون عندك حساب وديعه او حساب جاري، او حتى لو كانوا صغار مودعين. هذا كان ينقص الوعي المالي، لأنه أنا ما عندي وعي مالي لموضوع الادخار، ما عندي وعي مالي لموضوع الاقتراض وكيفية الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية. مشان هيك واحدة من أهم استراتيجيات الشمول المالي أو الاستراتيجيات الداعمة اللي هو نشر الوعي المالي بين الفئات المستثنية ماليا. وهي واحدة من الشغلات اللي البنوك المركزية كتير، إذا بتشوفي بالقنوات الفضائية في الدول العربية، أنها تبنت مفهوم هل تعلم بأن 1-2-3 زي البنك المركزي المصري مثلا، أو السودان، أو في بعض الدول العربية برضو تبنت نفسه منها. بالأردن
كانت قبل الكورونا مخطط انه يتم البدء في هذا الموضوع، واستخدموا السوشيال ميديا اكثر خلال الفتره اللي فاتت، بس انها لنشر الوعي المالي عند الناس باهميه انه يكون لك مشاركه اقتصاديه فاعله في النظام المالي الرسمي. الشباب لهم دور كبير في تنمية المجتمع العربي، كيف يتم تطوير الشباب وأيضا كيف يتم القضاء على البطالة؟ ونحن نعلم أن هناك توقعات بأن يبلغ الربع الثاني معدل البطالة بأكثر من 32%. نحن نعلم أيضا الربع الأول كان معدل البطالة يعني بسبب جائحة الكورونا السبب الأكبر في ارتفاع معدل البطالة ب 19.1% على ما أظن. ما رأيك بالأمر؟ والله شوف، موضوع الشباب والبطالة بين الشباب موضوع كبير الصراحة، وهذا موضوع يعني يعاني منه الأردن ومعظم الدول العربية ومعظم دول العالم اليوم. إذا بدنا نحكي بخلاف الكورونا، قبل الكورونا وبعد الكورونا، فقبل الكورونا كانت معظم دول العالم العربي ومعظم وبعض دول العالم تعاني من موضوع البطالة. نعم. والنسبة الأكبر اللي هي بين الشباب للأسف، اللي هم أجيال المستقبل، اللي هم متسلحين ومثقفين بعلم وبشهادات. حتى نبدأ بالحل في مشكلة الشباب لازم نرجع لأساس المشكلة والسبب الرئيسي لوجود المشكلة. الأساس احنا في الأردن عم نحكي مثلا وفي العالم العربي وبعض الدول بمعرفتي وخبرتي فيها، انه في عنا بطالة عالية بين الشباب في تخصصات معينة، وفي عنا فقر لشباب مؤهلين لناس مؤهلة في بعض التخصصات الأخرى. يعني أعطيك مثال، تخصص الهندسة مثلا المدنية تخصص مرغوب ومقبول ومطلوب من كل الشباب والصبايا، لكن لما تعرفي انه تخصص الهندسه المدنيه نسبه العرض فيه اعلى من الطلب، بمعنى عدد الخريجين وعدد المؤهلين بهاي الشهادات اكثر بكثير من الوظائف المتاحه. فهو هذا التخصص بنسميه تخصص راكد. فاذا في عندنا مشكله بالايكو سيستم تبع الشباب من الانظمه التعليميه. في نفس الوقت لو اجينا حكينا في تخصص من تخصصات الكودينج مثلا، البرمجه المتطوره الان عم نحكي عن عصر التكنولوجيا والثوره الصناعيه الرابعه و ولكن في تخصصات عندنا فيها ندره، فيها طلب عالي، ولكن ما في شباب مؤهلين ومرخصين مثلا او مؤهلين ومسلحين بهذه الشهادات. فاذا موضوع البطاله بشكل عام هو موضوع عام ومطلق، لكن اذا بدنا نحله بدنا ندخل بالتفاصيل نشوف وين المشاكل تبعت البطالة. في تخصصات راكدة وفي تخصصات مطلوبة. فإذا صار في توجيه للشباب وين التخصصات المطلوبة في السوق العمل ومطلوبة في الأسواق بالأردن أو بالمناطق العربية أو في أي دول من دول العالم، بالتالي أنا عم بحل مشكلة بطالة مستقبلية. المشكلة البطالة اليوم إحنا غايسين فيها، لا إحنا واقفين بمشكلة البطالة، لكن إذا بدي عالج صح في شيء يبدأ من الوعي الثقافي حول اختيار المجالات. واحد أحل في جزء من الحلول لمشكلة البطالة للعاطلين العمل اليوم، وفي نفس الوقت لازم أفكر بالمستقبل كيف أحل مشكلة البطالة المستقبلية من خلال توجيه الشباب لدراسة تخصصات مطلوبة في المستقبل. يعني اليوم لو جينا درسنا كل التخصصات اللي بتدرسها الجامعات بنلاقي في كثير تخصصات بالجامعات الأردنية والجامعات بالعالم العربي بتدرس تخصصات غير مطلوبة لسوق العمل. وللأسف الشباب بيلتحقوا في هاي البرامج، الشباب أقصد شباب وصبايا بيلتحقوا بهاي البرامج لمجرد الحصول على شهادة، ومن ثم بعد ما يتخرج بتفاجأ أنه ما في شغل، فبصفي الموضوع هو مرتبط في شهادة عملية علمية وبستنى بوظيفة في مجال عمله في مجال دراسته لكن ما مش موجودة. فالتوجيه النظام التعليمي هو كتير مهم، توجيه الشباب باتجاه التخصصات. واليوم عم نحكي عن التخصصات المهنية، التخصصات المهنية اللي هي أكثر طلبا اليوم بالسوق العالمي. صحيح. وبالسوق الأردني وبالسوق العالم العربي، يعني أصبح ضروريا أكثر من أي مجال آخر، يعني متطلبات سوق العمل طبعا. ولكن للأسف في عنا عدم، ما في وعي عند الناس، الأهالي خاصة، بس نحكي كلمة تعليم مهني بصفي كأنه بنحكي ميكانيكي وكهربجي ومش عارف أبصر مين بهالتخصصات اللي هي بتخدم وعندها فرص عمل ودخل أحسن من وظائف. نعم. مثبتة لهم دور فعال بالضبط. أصلاً في تنمية المجتمع، لكن الأهل بيرفضوا الفكرة بالطريقة هاي لأنه في عنا عدم وعي. اليوم في دور للوعي، توعية الناس بأهمية هاي التخصصات، أنه ممكن تشتغل في تخصص وإنت عم قاعد الدراسة ممكن تكون تلتحق بوظيفة عمل ودخلها أحسن من أي وظيفة أخرى. هاي واحد. اثنين، التخصصات هاي يكون دائما في دراسة مستمرة، كل سنة بنطلع فكرة إنه إحصائيات عن التخصصات المطلوبة واللي هي نشطة في سوق العمل، مطلوبة كثير، فيش ناس موجودة دارسين هذا التخصص، بنوجه الشباب باتجاه التخصصات. فإذا هذا الموضوع اللي هو الأساسي في البطالة، إنه ندرس
الأساس والمشاكل الرئيسية اللي أدت إلى وجود البطالة. معدلات البطالة زي ما أنت حكيت اليوم ارتفعت من الربع الأول للربع الثاني. أكيد بسبب الجائحة يمكن السبب الأكبر يعني طبعاً. ليس فقط في الدول العربية في العالم أجمع يعني كان. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من كثير من العاطلين عن العمل أصبحوا فقدوا وظائفهم. نعم. وصلت لأرقام خيالية عمرها ما تواصلت وصلت أمريكا أو الدول الأوروبية والأمريكية لهذه الأرقام بمعدلات البطالة والعاطلين عن العمل. وهنا البطالة والعاطلين عن العمل لازم نميز بين شغلتين، العطالة عن العمل، العاطل عن العمل مؤقتا والعاطل الدائم أو العاطل عن العمل الدائم. يعني زادت بالفعل يعني البطالة، وذكرت عدة عوامل. يعني الجائحة أثرت بشكل كبير على كما ذكرنا على مختلف دول العالم، وأنت ذكرت أنه أصبحت أرقام كبيرة جدا معدلات البطالة وقياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية. يعني هل برأيك يعني الجائحة الكورونا بالفعل ستلقي بظلالها على المستقبل البعيد وليس القريب أيضا، أو من الصعب الحكم هلأ إحنا اليوم نحكي عن الأثار اللي ظهرت على الأثار الاقتصادية، الأثار اللي ظهرت على الوضع الاقتصادي لهي الدول والدول العربية بهالفترة البسيطة السابقة. إحنا بنحكي عن جائحة الكورونا اللي عمرها تقريبا الآن 7 شهور تقريبا، يعني من بداية ظهورها في الصين في شهر 2 تقريبا وانتشارها لليوم عم نحكي عن 6-7 شهور، وشفنا أثارها الاقتصادية الصعبة والقاتلة على كافة القطاعات السياحية والعلاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب. فأتوقع الأثر تبعها صعب نحكم عليه اليوم لأنه يعتمد على مدى أو مدة استمرار هذه الجائحة بعدم السيطرة عليها. لكن توقعاتي المبدئية الأثار حتستمر على الأقل على المدى المتوسط. يعني عم نحكي من هون لسنتين حتكون داء الأثر تبعها لو انتهت اليوم حيكون أثرها مستمر. ليش؟ لأنه في كثير فرص اقتصادية انتهت وأغلقت أبوابها. مشاريع اقتصادية وناس كثيرة فقدوا أعمالهم. تنسيش إنه إحنا اليوم في الأردن جزء كبير من النمو الاقتصادي يعتمد على الحوالات من المغتربين، لكن هاي المشكلة أثرت على المغتربين، فبالتالي مصادر الدخل اللي حت كانت تجي للأردن للعائلات الأردنية من خلال الحوالات الخارجية الآن أصبحت قليلة، وباتجاه إنها تخف بشكل كبير جدا، خاصة بموجة التعطل عن العمل في الدول الخليجية والدول الأوروبية وكل دول العالم. فبالتالي الأثر تبعها أكيد حيستمر، لو انتهت اليوم حيستمر ويكون له أثر من هون إن شاء الله يتم إيجاد لقاح وعلاج بشكل سريع وتتغير ويكون لصالح جميع دول العالم وخاصة في الأردن والدول العربية أن تنتهي هذه الأزمة بشكل سريع. طبعا نتحدث عن المشاريع الصغيرة وأثرها في التشغيل ومحاربة الفقر والبطالة، إلى أي مدى يعني أهمية المشاريع الصغيرة أم الجائحة كبحت كل ذلك؟ مجهود واحدة من مخارج البطالة بين الشباب، دائما كنا نحكي ونشجع الشباب على الفرص الاقتصادية بعيدا عن التوظيف، وإحنا بنسميه التشغيل الذاتي. هلا جزء من التشغيل وحل مشكلة البطالة من خلال التشغيل الذاتي، المقصود التشغيل الذاتي إنه أنت تبلش بمشروعك الصغير بالبزنس تبعك بطريقة وأخرى حتى يساعدك على تغطية احتياجاتك الاقتصادية والاجتماعية والصحية اللي تتطلبها الحياة من خلال starting a business. وهي كانت المخرج لمعدلات البطالة، وهذا اللي تبنته معظم الدول العالم كمشاريع، انه فرصة اقتصادية للشباب انه يشارك بالنتيجة او يشارك بمجهود اقتصادي بسيط حتى يحقق دخل. وكان الهدف منه بالعالم العربي، احنا معدلات البطالة بين الإناث اعلى بكثير من الشباب، وتختلف من دولة الى دولة. بالأردن عندنا بجوز تقريبا يعني اقل اعلى من الشباب بنسبة حوالي 50-60%، اذا كانت البطالة بين الشباب 16 أو 14 و28 بين الإناث تقريبا 50% زيادة عن بين الشباب، مع انه نسبة التعليم بين السيدات وبالشباب اعلى، ونسبة الشهادات العليا كمان أعلى. أعلى من الذكور. أعلى من الذكور. إلا أنهم البطالة بينهم عالية لأنه في معيقات أخرى وتحديات اجتماعية واقتصادية وتحديات لها علاقة بالكلتشر والثقافة المجتمع. نعم أكيد. فبالتالي إحنا بنحكي اليوم الهدف من أنه نشغل مثلا النساء
بدون وظيفة من خلال فرصة اقتصادية. مشان هيك كنا نستهدف معظم المشاريع أو معظم المؤسسات الدولية اللي كانت تستهدف المشاريع الصغيرة تشجع الصبايا الشباب والنساء للعمل في مشاريع اقتصادية خاصة لعملية التشغيل الذاتي، وبالتالي بنخففها من معدل البطالة. فهاي هنا احنا مهم جدا انه احنا نشجع الشباب to start up their businesses، يبلشوا بمشاريعهم بطريقة او اخرى، لانه هي تشغيل ذاتي اولا بتشجع التنمية الاقتصادية، ثم دور كبير في النمو الاقتصادي ولها دور أساسي في الميزانية وكل يعني حتى في دول العالم يعتمدون على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم صحيح، اعتماد بشكل كبير يعني أثبت يعني له دور كبير جدا. الأردن يعني احنا بنحكي عن الأردن، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يزيد عن 90% من حجم الاقتصاد الأردني، في دول الأوروبية كذلك وفي نعم. أمريكا كذلك نعم. فلكن احنا المشكلة عندنا كانت انه احنا دائما مشاريعنا مش صغيرة، احنا نحكي متوسطة في الدول العربية. فاليوم احنا عم نشجع المشاريع الصغيرة تو ستارت اب البزنس كصغير، لكن تو سكيل ات اب او تكبره مع الوقت. نعم ونسبة صحيح. النجاح عندنا منخفضة الصراحة بين الانتقال بين مشروع صغير الى مشروع متوسط. يعني في العالم عادة نسبة النجاح 30% 40% الانتقال من مشروع صغير الى مشروع متوسط انه يكبر مع الزمن، لكن بالعالم العربي نسبة النجاح منخفضة شوي لأنه في معيقات أخرى لها علاقة بالبيئة الاستثمارية، لها علاقة بالقوانين والأنظمة، لها علاقة بالحوافز الضريبية، لها علاقة بكثير أمور مشجعة أو متشعبة. ففي الفترة الأخيرة في حوالي 20 سنة السابقة تبنت الأردن استراتيجيات كمان في هذا الموضوع لتشجيع وتحفيز الشباب سواء ذكور أو إناث إنهم يندمجوا من خلال المشاريع الاقتصادية بتأسيس مشاريعهم الخاصة. إلى أي مدى الجائحة أثرت بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما أنك متخصص في هذا المجال؟ التأثير الصراحة عالي جدا، سلبي في معظم القطاعات. في بعض القطاعات استفادت أو بعض القطاعات التشغيلية استفادت. أي قطاعات؟ يعني مثلا القطاعات المواد التموينية استفادت، قطاعات الأغذية مثلا استفادت. في قطاعات أخرى مثلا نحكي مثال الصالونات، مثال الصالونات في فترة الجائحة كانت لا تعمل لمدة 3 شهور أو 4 شهور ولا زالت تعاني من شح في عملية في العمل أو الزباين. في قطاعات مطاعم مثلا برضو أغلقت لأبوابها لفترة طويلة، صحيح. فبالتالي خسرت المصدر دخل، خسرت الوظائف للعاملين الذين لديهم بيشتغلوا معاهم، وخسرت كثير معطيات أخرى أثرت عليها. فالجائحة أثرت بظلالها وألقت بظلالها على كافة القطاعات، وأثرت اقتصاديا وأثرت في معدلات البطالة. فبالتالي معدل البطالة لسه إحنا نتوقع أن يكون أو توقعاتي أنها تطلع أكثر من هاي الأرقام خلال الفترات القادمة إذا ما كانش وصلنا له اليوم لـ 40%، لكن بتوقع خلال الفترة القليلة القادمة خاصة مع وجود المتعطين العمل اللي حيرجعوا للأردن من خلال دول الخليج، ونسمع أرقام مهولة الصراحة ومخيفة أنهم حيرجعوا لعمان فبالتالي للأردن. لكن ربما هناك إذا تم فتح الاقتصاد بشكل كامل، عودة السفر والطيران ربما يعني تؤثر إن شاء الله، تؤثر بشكل إيجابي، وربما نشهد يعني في الأرباع الأخيرة ربما انخفاض في معدل البطالة. طيب أستاذ زياد، يعني إلى أي درجة ترى اهتمام الشباب العربي وخاصة في الأردن بموضوع الأسواق المالية؟ يعني هل ترى مبدأ الحرية المالية محط اهتمام للشاب العربي؟ يعني هل بات يعني موضوع نقاش أو ساحة نقاش؟ لأن التداول بشكل عام يبدأ خطوة بخطوة من دون رأس مال يعني عملاق، وربما يعتبر ركيزة فعلا لتحقيق مبدأ الحرية المالية. ما رأيك؟ هو كمبدأ أكيد أعتقد كلامك صحيح 100%. كمبدأ رأس المال المنخفض أو الحاجة إلى رأس مال منخفض لبدء بهيك استثمارات بسيطة أو نسميها صغار المستثمرين من خلال البورصة والأسواق المالية هي فرصة رائعة للشباب. لكن برضو برجع بحكي مرة تانية، أنا حاس حالي أنه طالع متشائم كتير بحكي بالتشاؤم، لكن في قطاعات معينة بحس حتى بالقطاع المالي تبعنا أو مشاريع صغيرة أو بالبورصة بحس في مشكلة في الوعي عند الشباب. مشكلة بالوعي المالي المتعلق بمدى الثقة بالأسواق المالية والبورصة وعملية وآلية الاستثمار فيها، ففي عدم معرفة. فمشان هيك دائما بنسميها احنا بالنسبة لنا هاي الشغلات اللي بتسميها انه اللي هي بتخوف اي حدا بفكر فيها، انه لا لا انا افوت على البورصة بربح كثير صح ممكن خلال فترة قصيرة بس برضو بخسر بسرعة في فترة اقصر.
فبالتالي بحاول ابعد حالي عن هذا الموضوع. ليه؟ لانه عدم وجود وعي مالي عندي، وعدم عندي عدم معرفه في اليه الاستثمار في البورصه او اليه الاستثمار في السوق المالي. هاي نقطه واحده، النقطه الاساسيه الاولى. هي طبعا فرصه اقتصاديه ممكن تكون مشجع للشباب اذا بخرطهم في هذا المجال او نخليهم ينخرطوا ويندمجوا في موضوع الاسواق الماليه والبورصه، لكن عدم توفر الوعي واحد، اثنين عدم وجود ثقه بالاسواق الماليه العربيه للاسف. يعني تتراوح الثقة بين دولة إلى دولة في أسواقها المحلية، لكن في تجربة معرفتي في ببعض أو أغلب دول العربية الأسواق المالية ضعيفة، وحجم العائد اللي من الاستثمارات في هاي الأسواق ضعيف جدا. يعني ممكن يكون مش مغري للشباب إنه يفوت ويستثمر مثلا مبلغ بسيط، فالعائد تبعه حيكون مبلغ بسيط، فبالتالي مش زي ما احنا بنتخيل انه ممكن يكون، لأن السوق المالي ضعيف. لكن ممكن هذا المبلغ $1,000 مثلا، لكن في الاسواق العالميه لها يعني ربما ان يحقق عائد كبير. ويعني بشكل عام يعني الظروف الاقتصاديه الراهنه يحتاج الشاب العربي الى دخل اضافي غير يعني لتلبيه احتياجاته غير العمل اللي بيقوم فيه. يعني هل فعلا يعني مثل الاستثمار في البورصه او في الاسواق الماليه العالمية مثلا يعتبر رديف لعمل آخر؟ طبعا يعتبر رديف، لكن لازم نوفر البيئة الآمنة للاستثمار في أو استخدام مثل هيك أدوات لعملية الاستثمار. وإحنا مرت في الأردن تجارب أو في بعض الدول حتى المجاورة تجارب من إساءة استخدام صغار المستثمرين في البورصة. أنا من بالأردن صارت قبل حوالي 15 سنة. أنا لا أقصد تحقيق وهم الثراء، لكن يعتبر كدخل إضافي إلى الدخل إلى الدخل الموجود لديه. يعني فيعني أنت ذكرت الوعي، بالفعل يعني نحتاج يعني خطوات، خاصة في شركة إكوتي تتبع خطوات، يعني تبدأ خطوة بخطوة من خلال الندوات والمحاضرات المجانية، وأيضا يعني لتعليم التداول بأسس مدروسة، لأن الغاية ليس تحقيق الثراء وإنما هي خطوات بالعكس مدروسة ومنهجية لتحقيق الهدف المنشود. وهي النقطة الأساسية اللي بحكيها، هي عملية تعليم ووعي الناس آلية استخدام هاي الأدوات حتى تحقق الدخل المطلوب منها. وزي ما حكيتي مش مطلوب إنه يصير مليونير من خلال استثمار بسيط، لكن على الأقل بتوفر له مصدر دخل بسيط ممكن يساعده في مناحي الحياة أو مصاريف الحياة اليومية الحياتية. لكن النقطة الأساسية زي ما انت حكيت الوعي، إذا توفر الوعي وتوعية الشباب ذكورا أم إناث باستخدام مبالغ بسيطة من خلال هاي الأدوات أكيد حينتشر. أكيد عظم الطمع طبعاً. هو سبب من الأسباب إلى الخسارة، ولكن لو تم بالفعل يعني الوعي كما ذكرت فهو ضروري يعني. ويعتبر يمكن رديف يعني يمكن التداول بعدة منتجات، لأن مثلا في الشركة يتم إضافة عدة منتجات جديدة، أسهم، معادن، عملات، فالتنويع في المحفظة الاستثمارية يعني يعتبر كرديف ربما لعمل آخر. ما هي إشي أساسي، لكن عملية الوعي هل تنويع المحفظة، المبالغ العملية، مبالغ الصغار المستثمرين والمبالغ الصغيرة لاستثمارها مشان توفر مصدر دخل بسيط تساعده، كل هاي الأمور واردة وممتازة. لكن أنا اليوم بحكي أول تحدي اليوم نبدأ فيه اللي هو نشر المعرفة والوعي. إذا يتم تعليمهم وتدريب هدول الفئات بكيفية استخدام والاستثمار في البورصة من خلال أو الأسواق العالمية، وكيف فتح حساب أكاونت عالمي، كيف أنك أنت من خلال بروكر أو من خلال مستثمر وسيط، من خلال يساعدك في عملية إدارة محفظتك، تنويع المحفظة الاستثمارية زي ما حكيتي بين عملات وبين معادن وبين أسهم وأسهم شركات عالمية. طبعاً هي تعتبر مصدر دخل إضافي كاستثمار وليس كمضاربة، لأني المضاربة لن تحقق هذا الدخل، ويعتبر الاستثمار خطوة جيدة كأي رديف لعمل آخر. أستاذ زياد، دعنا نتحدث عن موضوع مهم، موضوع التكنولوجيا المالية. متى بدأت وما هي التكنولوجيا المالية؟ هي في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي اللي شهده العالم الفترات الأخيرة أصبحنا نعتمد على التكنولوجيا في كل شيء في حياتنا. وأصبح مثلاً مثال التليفون الهاتف الخلوي الذكي هو جزء من الحياة. يعني الواحد إذا بكون معاه موبايل ونسيه أو محفظة ونسيها ممكن المحفظة ما يرجع يأخذها.
بس برجع ياخذ الموبايل، لانه الموبايل اصبح، والتكنولوجيا الموجوده في الموبايل يعني اصبحت جزء اساسي من الحياه. اليوم التكنولوجيا الماليه المقصود فيها انه هو استخدام التكنولوجيا وتطويرها لتقديم خدمات ماليه، وهنا بسموها الفينتك او الفاينانشال تكنولوجي. استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات ماليه. مثال اليوم اذا انا بدي افتح حساب بنكي، هل انا في داعي اروح على البنك ولا ما اروحش على البنك؟ هل ممكن افتح من خلال الموبايل او من خلال التكنولوجيا دون ما يكون في تواصل مباشر بيني وبين مقدم الخدمه؟ تختلف هذه الجواب على هذا السؤال تختلف من دوله. طيب ما هي الدول الاكثر استخداما لهذه التكنولوجيا؟ الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه اكثر الدول المنتشر فيها التكنولوجيا الماليه هي الدول الاوروبيه. بالمقصود فيها مش بس خدمه واحده في التكنولوجيا الماليه. اليوم عم بنشوف تطور في العالم العربي وتطور في مدى الخدمات. اليوم مثلا في الاردن عندنا اي فواتيركم هي منصه الكترونيه تسهل عمليه تقديم الخدمات الماليه. طبعا شو اثار التكنولوجيا الماليه؟ لها اثر ايكو سيستم، النظام المالي في الاردن كله بيختلف. بمثال، او حتى مش بس الايكو سيستم للنظام المالي، لكل شيء بالاردن. اليوم اذا انا بدي ادفع فاتوره كهرباء مثال، فبدي استخدم او شيء وقتي واستخدم ترانسبورتيشن ومواصلات وترافيك وازمه، واروح على البنك او اروح على مزود الخدمه واقدم وادفع الفاتوره، اليوم انا ممكن اسويها بثواني وانا موجود في مكاني. لهذا السبب يلجا العالم الى التكنولوجيا الماليه. نعم، فمن اجل ذلك صار موضوع التفكير بالتكنولوجيا الماليه هو لتسهيل حياه المواطن، لتسريع الخدمه واستغلال التكنولوجيا بالطريقه السليمه والصحيحه. احنا لا قبل مثلا بجوز 5 سنين كان استخدامنا بالتكنولوجيا هو الموبايل للانترنت وللسوشيال ميديا. اليوم لا، صار الموبايل والتكنولوجيا هي خدمات ماليه، فتح حسابات، تسويه حسابات ماليه، دفع تسديد فواتير، حوالات ماليه. اليوم انا ممكن ما في داعي اروح لبنك. زمان احنا لو نقارن قبل 15 سنه اذا انا كنت اعمل حواله ماليه من حساب الى حساب شو كنت اسوي، واليوم بالادوات المتوفره بالتكنولوجيا شو بسوي اذا بحول من حساب لحساب؟ انا اليوم ممكن انا وياك قاعدين هلا افتح الموبايل احول لك لحسابك وانت قدامي تستلم الفلوس، لا انا طلعت من المكان ولا انت طلعت من المكان ووصلتك الفلوس. فهي التكنولوجيا الماليه هو تطوير واستغلال تطور التكنولوجيا لتقديم حلول ماليه. هل هناك قطاعات معينه للتكنولوجيا الماليه؟ طبعا هلا او ما هي القطاعات؟ هل لديك تطورات القطاعات عم بتزيد؟ يعني بدات اولا في الخدمات الماليه من البنك، من البنوك. اليوم في كل الشركات مزودين اي نوع من انواع الخدمات. اليوم بتفوتي على مطعم ممكن انت ما تستخدمي لا الكريدت كارد تبعك ولا تستخدمي صحيح. اي تستخدمي حساب اسمه اي فواتيركم او حساب المحفظه النقديه بنسميها اللي هي الاي واليت. مصطلح الاي واليت هي واحده من تطبيقات التكنولوجيا الماليه. اي واليت هي محفظتي اللي المحفظه اللي بستخدم فيها الفلوس بس من خلال الموبايل، مفيش داعي يكون معي كاش ماني اوراق نقديه مشان اعمل اي عمليه ماليه شراء. حتى بفوت على اي مكان ممكن من خلال المحفظه النقديه احول الفلوس من موبايلي لموبايل صاحب البقاله. صح. وبالتالي هون بصفي حتى طباعه النقد مهم، انه ممكن نوصل لمرحله نستخدم العمله الالكترونيه وليس العمله الورقيه او العمله المطبوعه. فتطور التكنولوجيا مع المستقبل اتوقع حنوصل لهي المرحله كتطور تكنولوجي. هلا الان في بعض الدول اصبحت تفكر جديا باستخدام العمله الالكترونيه كعمله رسميه للبلد، ومنها بعض دول الخليج. فبالتالي وبالصين وبعض دول اسيا المتطوره ماليا، فبالتالي هاي حتغطي وحتسهل الحياه الحياة العملية تبعتنا بطريقة أو بأخرى، حتى تسهل الإجراءات المالية وتسرع النمو الاقتصادي. طيب الظروف والمخاطر الناجمة عن التكنولوجيا المالية؟ طبعا هلا كل شيء له إيجابيات وسلبيات. يعني إحنا اليوم برضو بنرجع بنقارن، أول ما طلعت الكريدت كارد قبل جوز 20-30 سنة في المناطق العربية وبلشنا نسمع مصطلح الكريدت كارد، دائما في كان له مخاطر، سوء استخدام مخاطر، الاستغلال مخاطر، السرقة مخاطر إلى آخره. طبعا هاي اذا تكنولوجيا جديده اكيد لها مخاطر، لكن اليوم البنوك المركزيه في العالم واعي لهذا الموضوع وطوروا نظم حمايه لحمايه المعلومات الالكترونيه والمعلومات او التداول المالي من خلال البوابات الالكترونيه. فاي شيء طلع شيء جديد اسمه الامر سايبر سيكيورتي سيستمز وميجرز بتطبقها البنوك حتى تتاكد انه كل المنظومه الماليه الالكترونيه مؤمنه
ومحمية بطريقة أو أخرى. فطبعا في مخاطر مالية إلكترونية، طبعا في مخاطر إلكترونية، وهي اللي أصبحت البنوك اليوم واعي لهذا الموضوع، مش بس بالأردن، بدول العالم العربي وحتى والدول المتقدمة كمان عم نتعلم تعليماتهم شنو بتطلع في هذا المجال حتى نطبقها في مؤسساتنا. نعم. نعم، لها أهمية كبيرة بالفعل التكنولوجيا المالية، يعني انتقالها من التكنولوجيا المالية للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة في العالم العربي. المشاركة الفاعلة للمرأة في العالم العربي موضوع كبير. حكيت بجوز قبل شوي كان في موضوع اللي هو معدلات البطالة بين بين الإناث، مع أنهم مسلحين بالعمل، لكن في معيقات اقتصادية واجتماعية وثقافية تمنع مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية الفاعلة. مشان كان طلع من مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنه حتى نعطي فرصة للإناث للمشاركة الفاعلة بالاقتصاد من خلال وجودهم واحتراما لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعات والعادات والتقاليد. نعم. من خلال العمل، من خلال المنزل. تبدأ في مشروع صغير، تبدأ في نشاط اقتصادي يزودها بالدخل، يحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من خلال مكان سكنها دون الانتقال إلى وظيفة ممكن توفر لها دخل أكثر من الدخل بأمن الوظيفة العادية. وهيك عملنا زي ما نحكي مشاركة للمشاركة اقتصادية فاعلة للمرأة من خلال العمل بالمشاريع الصغيرة. عندنا قصص نجاح كثير في هذه المشاريع، سواء كانت للذكور أو الإناث فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية، إنه بدأوا بفكرة بسيطة جدا واليوم إنها مشاريعهم أصبحت توظف 30 و40 و50 موظف أو موظفة في نفس البزنس المنزلي الصغير. وهذا طبعا له دور كبير جدا في عملية التوظيف، في موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات الفقيرة. واحنا دائما بنحكي البطالة، ننسى موضوع انه البطالة هي سبب من الاسباب الرئيسية للفقر. فالبطالة اليوم اذا انا بحل مشكلتها عم بحل مشكلة الفقر، اللي هي بحارب الفقر. فما حاربت الفقر اللي هو العائق الاساسي امام النمو الاقتصادي. فهي البطالة هي المسمى الرئيسي لاشياء تانية تابعة ممكن نحلها من خلال حل مشكلة البطالة بالتشغيل الذاتي ومشاركة المرأة بالفرص الاقتصادية. باختصار شديد، معايير الأداء الاجتماعي في المؤسسات المالية. معايير الأداء الاجتماعي، معايير الأداء الاجتماعي هي أداة اقتصادية اجتماعية حديثة تم تطويرها بخلال 10 سنوات السابقة لحماية العملاء. يعني اليوم احنا دائما كنا نسمع الممارسات الخاطئة للمؤسسات المالية للبنوك أو المؤسسات المالية الرسمية. هاي الممارسات الخاطئة تلقي بظلالها بعد اجتماعي سلبي. فهنا بلشت حركة عالمية اسمها السوشيال بيرفورمانس تاسك فورس، معايير هي الهيئة المستقلة للأداء الاجتماعي العالمي، طورت معايير تتبناها المؤسسات للالتزام بأخلاقيات العمل المالي. يعني مثال الإغراق بالدين، واحدة من الأساسيات اللي فرضتها هاي المؤسسة إنه تلتزم فيها المؤسسات المالية، إنه ما بصير أعطي للعميل ديون أكثر من قدرته على السداد وبالتالي إغراقه في الديون. أو مبدأ الشفافية في التعامل، ما أخبي معلومات، ما أعطيك إياها مشان أغدرك أو ممكن أغشك بعدين بالمستقبل. وهي كانت كتير تصير مع البنوك والمؤسسات. إنه ما كنت أعرف، ما حدا حكى لي إنه هيك عزير. فهون مبدأ الشفافية بالتسعير، المعرفة الكلفة الحقيقية للفلوس. اليوم أنت بتروح تأخذ قرض من البنك، بتوقع على العقد وتوقع على المبالغ، بس ما بتعرف شو كلفة الفلوس هاي فعلا قديش راح تدفعيها. فاليوم صارت فيه معايير البنوك المركزية طبقتها، انه لازم اشرح لك اقول لك انت حتاخذي مني 10,000 حترجعي اليوم 12,000 على توتال الفترة، لانه حدفع فوائد هيك، مصاريف حساب بنكي هيك، كذا 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 كذا. فبالتالي معايير الاداء الاجتماعي هو لحماية العملاء. نعم. وفرضها على المؤسسات لتطبيقها. نعم، يعني بالفعل كل ما ذكرته يجب نأمل أن تنتهي هذه الجائحة، يعني ويتم محاربة الفقر وأيضا انخفاض معدل البطالة. ونحن شاهدنا أيضا في الولايات المتحدة بدأت انخفاض في معدل البطالة، لكن لا نقول تعافي تام. نتمنى أيضا في الدول العربية أن يكون هناك تراجعات لمعدل البطالة بعد الإغلاقات التي تسببتها جائحة الكورونا. زياد الرفاعي، الخبير الاقتصادي في مجال التنمية الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أشكرك جزيل. شكرا. 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 شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية.
مشاهدينا وصلنا إلى نهاية برنامج إيكويتي سبوت لايت، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.